اهلا، شكرا لحضورك معنا ابو كلثوم. فيرست امبريشن، نعطيها اول فكره نعطيها بعد الحفله هذه. والله سعيد فوق الوصف صراحه، مش قادر يعني. الحفله هلا خلصت فانا لساتني عم بستوعب الحفله، بس بصراحه كنا بنحكي انا والفريق تبعي، هي من اجمل الحفلات اللي عملتها في حياتي بصراحه، وتنظيميا وجمهورا يعني كانت يعني حتضل ذكرى لاخر عمري صراحه هذه الحفله. قولها بالقلب هذي. والله او مش لاني معك في المقابله، كنا نحكيها في الباك ستيج. والله كنت عم بقول لهم، كنا نقول لهم من اجمل حفلات حياتي والله. وخصوصا اني العب في تونس، جمهور تونس كثير عنده مكانه عند قلبي من كثير زمان. في المسجات في الكومنتات كيف يتفاعلوا مع الشغل دائما سبيشل، وسبحان الله هذا الشيء انعكس الليله. انت اول مره في تونس؟ اول مره في تونس. وقت اللي تشوف التفاعل تاع الجمهور في الاغاني نتاعك، وخاصه ان انت نعطيها الموسيقى، نعطيها نجم نقولوا موسيقى بديله، نعطيها ماهيش حاجه اللي تتعدى في برشا اذاعات وخاصه في تونس. نعطيها ان نشوفها حاجه معجزه ما كنتش نجم تصير 20 سنه لتالي، خاطر توا بالانترنت باليوتيوب. 100% هي التكنولوجيا، سبحان الله التطور التكنولوجي هو بيسمح، خصوصا مؤخرا بيسمح لكثير فنانين يعبروا عن حالهم من دون ما يوقعوا عقود مع شركات انتاج او يحتاجوا كثير ناس حواليهم عشان ينتجوا. انت فيك من على الانترنت تتعلم كيف تنتج موسيقى، تتعلم كيف تعمل ميكساج، اذا انت بتعرف تكتب صوتك حلو فيك انت من عندك انت تكون الفنان والبرودوسر اذا انت عندك الهوايه وعندك الشغف. يعني المكان مش صعب انيمور. يعني بو كلثوم رابر، بو كلثوم رابر وبرودوسر ومغني وعاشق للطرب وتلميذ للطرب وتلميذ للهيب هوب وتلميذ لكثير اشياء سبحان الله، وكلها جمعتها في هذا المشروع. انا اللي جلبني في الموسيقى نتاعك هو اللي استعملت على الجيتار، ما تعرف قلت لك قبل ما نبداو كانت عندي حاسه نتاع ميتال وهارد روك وكل مجموعات هذيك وميتاليكا واحد وكل شيء، فهمت؟ الحاجه اللي نعطها اللي خلتني ننتبه على بو كلثوم هو في اغنيه كيما زميلو ولا اللي هي فما استعملت على الجيتار فيها. صحيح. صراحة أنا بحب الانسترومنتس بشكل عام، يعني مؤخرا الموسيقى كثير عم تروح لجانب لمطرح إلكتروني بحت. أنا بحب خلي طابع الآلات موجود وخصوصا السترينجز. آلاتي المفضلة هي النفخية، ولكن في صاحبي شاب بيعزف جيتار اسمه مصباح في هولندا، فنقعد نعمل سيشنز انا وياه، وجيتارست جدا شاطر، فاشتغل معي على زميل، اشتغل معي على ولع، اشتغل معي على ممنوع، لا مش ممنوع سوري، اشتغل على جوانا. وانا احب آلة الجيتار لاني انا كمان اسمع روك، فاهم يعني. انا تسمع روك؟ طبعا اكيد. انا اسمع كثير انواع، ما بسمعش بس هيب هوب، يعني الهيب هوب هي واحده من الجانرز اللي اسمعها. يعني كنت اسمع دريم ثيتر، كنت اسمع اوبث، كنت اسمع كثير 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 فرق. يعني انا عاشق للموسيقى بشكل عام، مش نوع واحد، يعني انا بس احب الموسيقى. دريم ثيتر، اوبث، يس. واو. خاطر في العاده يقول لك اللي معناتها فما عائلتين اللي ما يغزوش بعضهم. صح. عندك جماعه الراب بالظبط وجماعه الميتال. انتوا كمان فاكر بس عندنا هيك يقسموهم ميتالجيه ورابرجيه، هيك يقولوا لهم عندنا. دونك على ذكر نعطيها رابر يسمع الميتال. اسمع ميتال واسمع روك واسمع سوفت روك واسمع كثير الموسيقى الحلوه، موسيقى حلوه فقط. ماكش ناوي نهار تعمل كيما يستي في بودي كاونت، نعطيها تعمل الراب على ايقاع الميتال. الله اعلم. انا حابب اعمل عرض مع فرقه، فابصر كيف يتطور، يعني يقلب ميتال العرض، الله يعلم اللي بيطلع براسنا حنعمله. سامحني خاطر انا هنا كنت هنا، دونك ما نجمش ندخل باش نتفرج في العرض نتاعك، وكان بدي نتفرج في العرض نتاعك. اما انت معناتها العرض نتاعك كيفاش؟ معناتها هيب هوب افيك، معناتها الواحد معناتها مع فرقه او العرض متاعي هو مع دي جي، هو يلعب الميوزك وهو بدوسر ايضا اسمه ابو محمد، ما شاء الله كثير تالنتد. وعرضي هو ما بين سول ار ام بي وهيب هوب، يعني في المنتصف هيك. كي تسمع الموسيقى تاع ابو كلثوم تحس اللي فما بحث في الموسيقى، وماهيش موسيقى نعرف في العاده تو الرابور يقول لك اوكي الفايده هي في الفلو. وكهو من بعد من التالي نعطيها تنجم حتى فماش بحث موسيقي كبير، فهمت؟ اما عندك انت لا.
يعني شكرا كثير اول شيء للاطراء انه تحس انه في بحث موسيقي. انا حكيتها قبل، انا مستمع قبل ما اكون منتج موسيقي. اقضي وقتي اسمع موسيقى في كل الوقت يعني، ومن وقت ما في الصبح يعني حتى وقت كنت صغير قضيت وقت اسمع موسيقى اكثر من ما قضيت وقت اعمل موسيقى. فبس اجى الوقت اني انا ابدا اعمل موسيقى كان عندي خازنه سمعيه كبيره، وبس بديت اعملها طلعت لحالها لايك اورجانيك اورجانيك العمليه كلها. لهيك الصوت كان جديد وغريب اول فتره، يعني هو طرب ولا هو راب ولا هو انا بناديه طراب. هو عادي كنت تختار اسمه بوكرثوم معناتها. لا والله يعني احاول يزمك. وين ماشي انت تو بوكرثوم معناتها في الموسيقى نتاعك؟ في عندك ثنيه ميشيلها؟ ما عنديش مطرح واحد امشي له، امشي مطرح ما روحي اللي تعبر عن الموسيقى اللي لهيك مشروعي فيه أغاني أحياناً ألبومات ما تشبهش بعضها أو أنا أتغير، لأنه أنا كإنسان بتغير عارف، وأنا بس أتغير كإنسان أكيد صوتي كموسيقي يتغير لأنه هو طالع مني أوثنتيكلي. أنا مش عم بحاول أعمل صوت بس لحتى أكون مشهور أو عشان هو هذا الصوت الدارج ده، كان صوتي من كتير زمان والحمد لله أطور فيه. وأهم نعمة أهم نعمة أهم نعمة الصراحة أني بستمتع باللي بعمله فقط، يعني اني انا قادر استمتع بصناعه الموسيقى، واظن اني بدي اضل استمتع لصناعه الموسيقى لاخر عمري كيف ما كانت تكون شو النوع ما كان يكون. تسمع الراب التونسي؟ طبعا اسمع الراب التونسي. شكون يعجبك؟ يعجبني الفا، يعجبني كاتيبون، يعجبني سمارا. كنا نسمع كثير اسماء من كثير زمان، وان جنرال الراب المغرب العربي كان دائما متطور عنا راب المشرق، وتعلمنا كثير اشياء بس بالسماع لانه كثير بنسمع. وما كنتش افهم اللهجه بس انا احب الدليفري، انا اسمع البيتس، اسمع البرودكشن، اسمع كثير اشياء مش بس اللهجه ومش بس اللغه. وبعد فتره صرت افهم عليه وصرت افهم الرابرز ايش بيحكوا، واي جيت انسبايرد باي ذم. اسمع يعني حكيتها قبل في مقابله، الراب التونسي اقرب لي من اي هيب هوب عربي ثاني صراحه. شكون اللي خليك تعمل اول فلو نتاعك؟ شكون اللي خرمك بالراب؟ مش عارف صراحة. أنا بحس إنه كل إنسان في الحياة هو عنده فريكونسي، يعني أنت عندك كل شيء هو فايبريشن، كل شيء هو ارتداد، هو تردد. فكل حد فينا روحه تنجذب حسب تردد روحه لنوع موسيقى معين، وخلص هو شيء أنت ما فيك تشرحه لإنسان عارف. هو كونكشن مقدس، هو كيمياء بالمخ، هو شيء بالروح. فأحس إنه هو شيء ما لي سيطرة عليه، أحس إنه هذا الشيء اختارني زي ما أنا اخترته. أي عم أكيد لو عندك معناتها دي ريفيرونس معناتها فنانين دي رابور اللي هم معناتها خليوك تحب الراب. سمعت كثير رابرز أنا وبكبر، سمعت ووتان كلان، سمعت سايبرس هيل، سمعت ديلا سول، سمعت مين كمان سمعت شون برايس، بوت كامب كليك الفرقة متاعه. سمعت الراب تاع التسعينات يعني. بالضبط، أنا راب التسعينات هو اللي ربيت عليه. ولما كنا صغار أول راب عربي سمعته كان مقاطعة ورام الله أندرجراوند من بلاد الشام، وكانوا كتير انسبايرد باي بروكلين ساوند البوم باب. وبس سمعت إنه حد عربي بيعمل هيك فقط زي اللي فقد عقله، زي تاع إنه هاد هو you know. and then I خلاص I couldn't, this is where I want to go, this is what I want to do. وضليت أكمل. ذكر أول فلو تعلمته شو اللي خليك؟ ما أتذكر أول فلو تعلمته صراحة، بس لأنه نغير كتير. لا نغير كتير لأنه ونسمع كتير. بس سبحان الله، يعني هو الشطارة أنك تلاقي الفلو تبعك الصوت تاعك، خصوصا اليوم لانه الهيب هوب صار جانر كثير منتشره في العالم العربي في العالم ان جنرال. فكتير صعب انك تكون يونيك ومتفرد بنوعك. بس هو يقول لك الراب عندك نوعين،
عندك ويست كوست وايست كوست. صح والله اليوم بطل الحكي على الراب، صار الراب صار الراب بطل حتى جانرا، هو صار زي مظلة كبيرة تحتها زي 4-5 جانرات، عارف؟ زي بتطلع على رابر تسعينات تقول اه ده يقدم راب وهيب هوب، بعدين تطلع على رابر 2010 ولا 2012 وتقول ده رابر، تطلع عليهم ده نوع ميوزك مختلف تماما، بس اثنينهم نفس الجانرة، متطورين من نفس الامبريلا. اي وانت شو ايست كوست ولا ويست كوست؟ والله انا سيريان كوست. مبدئيا. وي شكرا ابو كلثوم. شكرا لي. معناتها ما نحبش نطول عليك على خاطر بتبيع، معناتها مازلتي نروح نريح. معناتها الشيء نقول، معناتها الشيء كي تعمل حفله كي من هذايا تكلك برشا انرجي. جدا جدا، يعني انا كل حفله بعملها بتعلم منها شيء جديد. بس اقابل الجمهور بصير عندي برسبكتيف جديد على المكان اللي انا عايش فيه. يعني انا بس جيت تونس رجعت احيت فيني سوريا، يعني انا مشيت في شوارع تشبه الشوارع اللي انا جاي منها، حكيت مع ناس طيبين في الشوارع وطلعنا تورز معهم وبعرفهمش ولا يعرفونيش، زي كيف نحن، عارف؟ وانا عايش في اوروبا صار لي سنوات يعني، فبالنسبة لي هذا ينعش روحي يعني. قبل يعني شيلك عن الحفلة وشيلك جيتي لتونس لوحدها، بالنسبة لي والله ترد الروح. شو اللي تعلمت اليوم؟ شو اللي تعلمت اليوم؟ هتقول كل مرة تعلم حاجة. صح صح، سؤال محله صراحة. شو تعلمت اليوم؟ تعلمت اليوم إنه يومك الأسود إذا تصبر بعده يجي لك يومك الأبيض. حلو. شكرا. شكرا كثير استاذ، شكرا كثير لاستضافتك، وان شاء الله نزيدوا نشوفوك مره اخرى. ان شاء الله. هذه ان شاء الله بدايه. اتشرف يا رب. ان شاء الله. عايشك. شكرا كثير استاذ. هذا هو ابو كلثوم على ديوان FM.